مقدمة تماما واعتراف بفنان عظيم هو بهجة عثمان، إني هو وبدر حمادة من غيرهم ما كناش نقدر نعمل هذا المشروع مع بعض، وعشان كده انجايزة مناصفة بين بهجة عثمان وبيني، ويتسلم انجايزة معي الفنان هشام بهجة. من الدكتور صبري محمد كلية الفنون الجميلة، والدكتور مجدي عبد الرحمن أستاذ أكاديمية الفنون، والفنان التشكيلي محمد عبلة. أستاذ محمد بيقرأ من البطايل، هو دكتور حسين حمودة والأستاذ عزة القمحاوي والأستاذ إبراهيم عبد المجيد. أهلا لفرع الرواية، وتشكلت لجنة الرواية من لجنة الحكم الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الدكتور عزة التوفيق روائي ومدير تحرير بأخبار اليوم، والأستاذ إبراهيم عبد القوي الروائي. ذهبت جائزة عيد ميلاده النهارده كان كل سنه وهو طيب. ميلاده 60 حرص. الحياه تبدا بعد 60 حرص. دكتور احمد